اذكر انواع الدواء والعلاج. يلا سرمد. شيشة الدواء، شيشة، قنينة الدواء، الشراب. الشراب خطأ. انتي لربما يعني تفكرين بي زين، اذكري انواع الدواء والعلاج، اشكاله، مو انواعه يعني فلان شي، لا هواية انواع من الادوية. الشكل انتي نقدر نقول حقن يعني ابرة. خلينا نشوف الحقنة، الابرة، خلينا نشوف. نعم، الاحتمال الخامس. اذا من حقك تقررين انه نجي وياكم او نروح وياهم. ها شوفيهم، سأليهم يلا وبسرعة. ها ياخذوا، تفضل اخ سلمت وتفضل اخ سالي، واهلا وسهلا بكم. اذا يلا اخت ميادة، يلا انطيني، اذكري لي نوع من انواع الدواء والعلاج بالشكل. قلنا ابرة، حقنة، شنو بعد؟ شراب سائل. الشراب السائل هذا ايضا شكل من اشكال العلاج او نعم نعم. المحاليل والحقن طلع بعد 6 احتمالات. اخت نجاة، معقم مال الجروح. ها تعقيم الجروح. تعقيم الجروح، خلنا نشوف تعقيم الجروح. هذا ايضا محلول في اشياء اشكالها، طرقها، حالاتها. قلنا ابره وقلنا محاليل وبعد اخ رائد، اقراص، شريط، اقراص مال الحبوب. خلينا نشوف اقراص الحبوب. نعم برافو، الحبوب. والاخ سرمد، مغذي. المغذي ايضا خطا طبعا، هذا ايضا من المحاليل. والمغذي هو نوع من يعني طول المريض اللي بعد العمليه. والان خلينا نشوف هسه مره تشاوروا تفقوا. خلينا نسمع مياده مره اخرى، عندكم خطأين. الباودر طوز. الباودر، الباودر مع الاسف خطا، خطا ثالث. نروح السامرائي، والسامرائي يلا خلاص وقفتم للمشاورات ونسمعونا اجوبتكم. اذكري لي نوع من انواع الدواء والعلاج، اشكال وطرقه. ها الكريمات مال الصيان، الكريم، الدهن، المرهم، صفا، الكبسوله. شنو الكبسول يعني؟ كبسول، الكبسول. وسالي نفس الشيء، الكبسول مثلهم. الكبسول، اذا عمر قرر يا اما الكبسول او المرهم. 2 كبسول، صفا سالي ومروه قالت المرهم، الدهن. اقدر انا اقول مثلا